الحمد لله فريق اتحاد طنجة كرة السلة رغم الصعوبات ديال الخمس سنوات الأخيرة اللي دوزناها مع المجلس الجماعي السابق لحسابات سياسية وسياسوية ضيقة، مكسب مسير كل رجال ديالو والنساء ديالو ناضل وبعض الغيورين على هذه المدينة باش يبقى هذا الفريق في التوهج ديالو ويحافظ على المكانة ديالو ضمن قسم ممتاز، وهذا ما كيجيش بالسهولة، كيجي نتيجة عمل طلعت العدالة والتنمية. كنا كنتوخاو قالوا الفقير اللي كنا كنتمناو بركته دخل الجامع بلغتو الله يسمحوا لي دونك اتت اللي طلعوه ما كي كاع الخبز والحق نزلوه في هذه المدينه، عطاو هذا القطاع لواحد السيد نكره في مدينه عمري ما عرفتو، عمري ما عرفتو في مدينه طنجه باش ما نكذبش عليكم، ما خلقنا وتربينا في المدينه وقلتنا بعائلتنا اقل خلق كلشي كنعرف كاسم كنعرف كوجه عمري عرفتو. المهم دخلنا لواحد الحاله صبيانيه، الامور مشات في واحد الاتجاه اللي بلا ما نقول لكم، ولكن هاد الرجال هادو وهاد النساء اللي معنا كاملين ولا نتوما كنشكركم بالمناسبه اننا عملنا واحد التحدي خلينا فريق اتحاد طنجه يعني كيتبوا المكانه ديالو واستعملوا جميع الاليات المدمره، نوقفوا المنحه غي ما عرفش غيعملوا غيعملوا خلقوا في رقابه خلوا المهم خلوا ما عملوا، لكن الحمد لله ملي كتكون نازل التابيت ديالك على الحق فالحق يعلو ولا بلا عليه. ولن كل صراحة ف اتحاد طنجة واحد الفريق اللي هو اسم ديالو كيشري في الدم ديالي، ان ما يمكنش نكونوا ضحينا بواحد مجموعة الصعوبات في سبيل هذا الفريق وفي خدمة الناشئة ديال المدينة واننا نغادروه بسهولة، ولكن صراحة هي فيها جوج ديال الحاجات، اولا باش نضخوا دماء جديدة ونعطيو نفس جديد للفريق، ثانيا المنصب اللي تقلدته كرئيس لجنة قطاع الثقافة اللجنة الثقافية والرياضية المدينه باش نكون انا في يعني كمحايد كنزاول المهام ديالي ما عنديش انتماء، هو اللي خلاني انني نخلي صراحه حنايا مع الرياضه الطنجاويه مع اي اسم كيرفع يعني اي فريق او نادي كي يعني كيخدم مصالح المدينه واللي كيتواجد من اجل خدمه الناشئه او الشباب ديال المدينه واسم المدينه لا اكثر ولا اقل، واللي كيتوجد من اجل محاربه المدينه ولا ابناء المدينه فهذا ما نقبلوش داخل المنظومه، لكن تما نشاز واحد كيخدم منظومه خارجيه او داخليه اللي باغا تدمر يعني باغا تدمر واحد الارث التاريخي ديال المدينه. انا دار معك بكل صراحه انا فريق اتحاد طنجه بجميع الفروع ديالو واحد الحاجه اللي كتسري في الدم ديالنا، وهذا فريق كيمثل مدينه طنجه، كنت من داخل ولا كنت على برا بزمني خصني نساند هذه الفرقه دي. فانا دائما من راهن اشارات اتحاد طنجه وراهن اشارات الاخوان اللي احتاجوني وراهن اشارات اي رياضه او اي مجال في مدينه طنجه، انا ولد هذه المدينه كان غير على هذه المدينه وحاربت وناضلت من اجل المدينه وعمقا كنناضل على يدي الدنيا القبر. كنتمناو ان شاء الله هذه المسيره اللي بدينا اليوم نبداوها سي عبد الواحد مول عايش معنا حتى هو واخا عن بعيد ولكن هو معنا، دابا الكره في يده كان كيهضر على العداله والتنميه ما عطا والو وشوفوا غنحسبوا لينا. كنتمناو ان شاء الله التوفيق وردوا اتحاد طنجه المكانه ديالها هي الفرقه الاولى ديال المدينه وغتبقى ان شاء الله الفرقه الاولى ديال المدينه. الاختيار هو كان ما بين المكتب كامل اللي وضعوا الثقه فينا باش هذه المسيره اللي بدينا هذه تقريبا اللي شبرنا اتحاد طنجه اللي عملت الفيزيون مع القصر الصغير، دابا في هذه الساعه هذه السي عبد الواحد المعاش ما يقدرش يترأس الرئاسه، والاجتماع ديال المكتب قرروا بان يوضعوا الثقه فينا وان شاء الله نطلبوا الله خير ما يكون على الخير ان شاء الله. الاهداف هو نعدلوا فرقه اللي تعمل الفرقه المدينه اللي تحمر الوجهه ديال المدينه وتحمر هذه المدينه تاع الناس تاع المدينه راه واقفه على عطشاني من ناحيه ديال الباسكيت، هذه سنين والباسكيت هو ميت بالنسبه لمدينه طنجه، وان شاء الله هذا العام هذا غنعدلوا شي فرقه مزيانه اللي نحاولوا نمشيو للفينالات ولا علاش ما نجيبوش الالقاب. كيفاش تتعاملوا مع الازمه الماليه اللي كيمروا بها؟ والازمه الماليه الحمد لله دابا حنا السي بوالعيش راه هو الاول، هو رئيس ديال اللجنه، هو راه عارف الصاير اللي جوزنا في هذا الشيء هذا، وان شاء الله مع السلطات المحليه نتمنى يكون شي معاونه مزيانه باش نقدروا نزيدوا القدام بهذا الفريق هذا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.